يعني موضوع الوسطية وتعزيزها ونبذ التطرف والإرهاب قضية احنا من قبل ما تصير الأحداث الأخيرة كنا احنا شغالين عليها، نعم ومن خلال اللجنة العليا لتعزيز الوسطية اللي يرأسها معالي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وبتمثيل من 6 وزارات، وزارة الأوقاف هي إحدى هذه الوزارات. ومن خلال اللجنة ودور الوزارة حقيقة قدمنا هذه الوثيقة يمكن قبل حدوث الأحداث هذه الأخيرة اللي يعني ألمت بالكويت وأهلها، وحقيقة إيمانا من اللجنة العليا وضرورة تكاتف وتعاون جميع مؤسسات الدولة، ولذلك أميز ما تميزت به هذه الوثيقة هنا الوطنية. سؤال سيد فريد، ما هي أبرز محاور وأهداف الوثيقة الوطنية لتعزيز الوسطية؟ الوثيقة الوطنية حقيقة ارتكزت على 3 مرتكزات أساسية. المرتكز الأول يتعلق في ضرورة إشراك جميع المؤسسات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ المبادرات التي جاءت في الوثيقة، ولا تكون وزارة الأوقاف هي المختصة أو وزارة الداخلية أو الإعلام، وإنما جميع مؤسسات الدولة إذن هناك وحتى تعاون. مؤسسات المجتمع المدني، لأن هذه قضية مجتمع. المرتكز الثاني حقيقة ارتكزنا على قضية الشباب لأنهم المحور اللي تدور عليه القضية بشكل رئيسي وأساسي، ولذلك وجهنا أغلب المبادرات إلى هذه الشريحة. والأمر الحقيقة الثالث ركزنا حقيقة على الأدوات اللي توصل هذه الرسالة للشرائح اللي احنا نستهدفها اللي هي الوسائل الإعلامية والتقنية. نعم. فمن خلال يعني هذه المرتكزات الثلاث اللي انطلقت منها 3 محاور أساسية. طيب محور سيد فريد، توجيهي. سبق وأن ذكرت أن هناك تعاون بين جهات مختلفة أهلية وحكومية لمواجهة هذا الفكر المتطرف بالفكر الوسطي، وسبق وأن ذكرت أن هناك مشاريع للشباب. الخطط الاستباقية لتأهيل الشباب وتحصينهم من التطرف، هل من مشروعات مبكرة تبدأ من المدارس على سبيل المثال؟ احنا في الحقيقه بدانا في مشروعات حقيقه قبل ما يعني ناخذ حتى اعتماد الخطه من مجلس الوزراء، في مشروعات بدانا فيها بالفعل، عملنا في الفتره قبل ما تنتهي الدراسه في المدارس، عملنا زيارات لمجموعه من المدارس، عملنا محاضرات للشباب لنشر هذه المبادئ وترسيخ قيم الوسطيه. كذلك بدانا بمشروع ديوانيه الشباب، عملنا زيارات لمجموعه من الديوانيات اللي يرتادها الشباب لايصال ايضا هذا الفكر الصحيح، وايضا التحذير من فكر التطرف والتواصل والرد ايضا على الشبهات والافكار اللي قد ترد الى اذهان الشباب، والحمد لله لاقت قبول واستحسان كبير جدا من رواد الديوانيه، والحمد لله احنا ماضيين ان شاء الله في هذا المشروع بشكل مستمر حتى نغطي اكبر عدد ممكن من ايضا احنا بدينا حقيقه كخطوات يعني نعم على عجاله فيها. سيد فريد نعم على عجاله بايجاز لو سمحت تفضل. يعني بدينا حقيقه كذلك يعني حمله خلك وسطي، يعني مجموعه من المبادرات او مجموعه من المشروعات، منها على سبيل المثال انتجنا بعض الفلاشات التوجيهيه لبعض مشايخ علماء الكويت، وتبث او تم بثها عن طريق تلفزيون دوله الكويت وكذلك القنوات الفضائيه المختلفه. في تعاون ايضا واسع مع تلفزيون دوله الكويت او وزاره الاعلام، وحقيقه عملنا مجموعه من المقابلات الحواريه واللقاءات المتعدده لترسيخ هذه القيم. إذن حاليا أنتم بدأتم بالنشاط الإعلامي كنشاط توجيهي، ومن ثم تتوالى بقية الخطوات. شكرا جزيلا لك السيد فريد العمادي رئيس مركز الوسطية.